أن تسمع. كيف نربي الأولاد بالزكاة؟ كيف نربي الأولاد بالصدقة؟ التربية ليس معناها أن أجلس الولد وأن ألقي عليه محاضرة كل ساعة، وإنما التربية بالقدوة، والتربية بالحب، والتربية بالعطاء، والتربية بالعمل. لقد أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة يوما من تمر الصدقة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم حب النبي للحسن، ومع ذلك أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال ارم بها ارم بها، كخ كخ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما تعلم إنها من تمر الصدقة؟ أما تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ هل وقفت مع هذا الموقف التربوي النبوي الرائع؟ كخ كخ، ارم بها ارم بها، إنها من تمر الصدقة. أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ما أعظمها من تربية، أن تغرس في قلب ولدك هذه المعاني منذ نعومة أظفاره، أن تحفظه قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة طهرة للغني قبل أن تكون طهرة للفقير، فهي تطهر الغني من الشح والطمع والبخل والجشع، وتطهر الفقير من الغل والحقد والحسد والضغينة نحو الغني. خذ من أموالهم صدقة، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها. علم ولدك أن الزكاة طهرة. قل من يوجد من الآباء من يجمع أولاده إذا أراد أن يخرج الزكوات أو الصدقات. أعلم بعض الأفاضل ممن يطلعون أولادهم على إخراج الزكوات، بل ويعلم أولاده أنه يعطي فلانا ويعطي فلانا، يعطي فلانا من الزكاة، ويعطي فلانا من الصدقة، ويعطي فلانا هدية، ويعطي فلانا عطاء، ويقول ليتعلم الأولاد فإن قدر الله عز وجل علي الوفاة أكون قد غرست فيهم وعودت أولادي هذا العطاء. ما أروعها من تربية! اجمع أولادك لتعلمهم حب العطاء وحب الإنفاق وحب السخاء. اذكر لأولادك فقرك الأول ولا تنسى، وعلمهم أنك غارق في فضل الله ونعمه، وأن الله جل وعلا قد تفضل عليك بما لا تستطيع من 30 سنة أن تحلم به. إن قيل لك ساعتها اجلس وتخيل ماذا تريد، والله ساعتها ما كنت تستطيع التخيل فحسب، فضلا عن أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن. علم أولادك هذه المعاني، علم أولادك أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. علمي أولادك أيتها الأم الفاضلة أن الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفجور والفسق والمعاصي، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. درب الولد على البذل وعلى الإنفاق ورغبه في العطاء. جميل وأنت توزع الزكاة وأنت تخرج الصدقة أن تكلف أولادك جميعا بتقسيمها وتوزيعها معك. افعل ذلك، خذ يا ولد أعطي فلانا. وما أروع وأجمل أن تصطحب ولدك في الليل في سواد الليل إلى بيت فقير، وأن يرى ولدك عطاءك بنفسه
وأن يرى ولدك خروجك في هذه الساعة إرضاء لله، وأن يرى ولدك دموعك تنساح على خديك شكرا لله وحبا لله. هذه هي التربية. علمي أولادك أيتها الأم الفاضلة هذه المعاني، علم أولادك أيها الوالد المربي هذه المعاني. ما أروع يا إخواني هذه الوصية الغالية، هذه الوصية الغالية.